نرجع تاني لبيتسو موسيماني والاداء الفني اللي اتطور مع النادي الاهلي والطريقه اللي لعب بيها قدام موفاكو ستيف، خلى شكل الاهلي شكله حلو. الاهلي المباراه الماضيه اداء ونتيجه كان حلو، كان دايما العيب في الاهلي انه يا اما الاداء يبقى كويس بس النتيجه وحشه، يا اما الاداء والنتيجه ما تبقاش حلوه، يا اما النتيجه بس حلوه بس الاداء وحش. الاداء مش حلو، بس الاثنين اجتمعوا في مباراه موفاكو ستيف. ده حصل ليه؟ نمره واحد، تركيز اللعيبه. الماتش اللي فات في 10 لعيبه او 11 كلهم كويسين قوي، صح، حتى لو ما اتطردش من ستيف كان الاهلي هيكسب 2-3. صح، الثلاثه السوبر اللي كانوا في الاهلي احسن ناس انا شايفهم كان بيرسي تاو، اليو ديانج، علي معلول، ممكن طاهر على فترات، حسين ابتدى يرجع، ياسر عمل مباراه حلوه. الوحيد اللي نفسه يرجع بس لازم يغير اسلوب لعبه وطريقته مجدي قفشه، لان من الواضح ان كيروش بعدين موسيماني ابتدى ما يلعبوش الفتره اللي فاتت، يعتمد على طريقه معينه، فانا وجهه نظري ان قفشه يعدل هو من اسلوب لعبه، يبقى يعني هجومي اكتر، يبقى سريع اكتر. طيب عشان الجمله دي بتتقال دايما يا كابتن عبد الجليل، الفرصه اللي انت معايا عشان انت تشرحها للناس اكتر، هو يعني ايه يعدل من اسلوب لعبه؟ يعني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بص يا كابتن، 87 سنه 87 1987 بس الكلام 87 دي قديمه قوي صح؟ معلش 87 كنت انا عندي 18 سنه او 19 سنه، وكان جه في النادي الاهلي فايتسر الالماني. احنا كنا قبليها في الناشئين، فاكر طرق زمان الديفندر او اللي تحت الفرديم يجري يستلم الكره من الباك رايت، يروح موقف ويروح عاملها للباك ليفت، يجري ياخدها من الباك ليفت يروح عاملها تروح راجعه له تاني، اللي هو الشغل بتاع قفشه في رجله كتير. قفشه ما بيجريش الكره غير في رجله، لو اتعملت له ثرو او هنا او هنا او هنا ما بيروحش. قفشه من نوعيه لعيبه زي عبد الله سعيد لازم تجي له في رجله، بس عبد الله اللي طور طريقه لعبه. عبد الله بقى يعدي يرمي ثروهات، لعب سريع شويه. قفشه لازم ما يبقاش اللي هو المحور اللي هو تحت الفيرود بس، يشتغل على الاطراف، يشتغل لتحت، يشتغل لفوق، يشتغل وانتوهات ويروح يجيب جون. ده طريقه اللعب بتتغير، وهو عنده الامكانيات، هو حاطط نفسه في قالب اللي هو صانع الالعاب. اللي هو خلاص ابتدى ما عادش موجود في فرق كتيره اللي هو تحت الفيرود، لا ابتدى دلوقتي التحركات من غير كوره كتير. قفشه من النوعيه اللي ما بيركن يمين اشمال قوي او في النص ويبعد عن الرقابه بتتلعب له. صحيح. غير كده لو هو ممسوك ما بتجيلوش كوره كتير، هو لا لازم يطور الحته دي. انا طورت طريقه لعبي مع فايتسا، كنت بروح استلم من هنا واديها هنا، استلم من هنا لا ابتديت اطلع لقدام، ابتديت اشق يمين شمال من ورا الفيرويد عشان احافظ على مكان، عشان احافظ على مكاني في اللعب، لان الراجل ما اقتنعش بالطريقه، لما لقاني بروح على الجون وبعدي وبروح اجيب جون لا خلاص. فدي طب كمل معايا، ده قرارك انت، ده قرارك انت. انا اصلا قلت يمكن كيروش جاي عليه، لقيت موسيماني عمال يسحبه سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه. الماتش اللي فات ما بداش، اللي قبليه ما بداش، صح. فانا بس خوفي عشان لعيب كبير، لعيب كويس، يعني انا دي نصيحه مني ان هو يعدل طريقه لعبه، مش 100% يزود عليها 20.